الحمد لله مجري السحاب وهازم الأحزاب وخالق المسببات والأسباب الذي أعز المسلمين والإسلام بعمر بن الخطاب أحمده سبحانه وتعالى حمد من رجع إليه وتاب وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم العرض والحساب وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم الأواب اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الألباب صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تردد الطير في ذهاب وإياب وسلم ربنا تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والسير على خطى نبيه الكريم والخلفاء الراشدين المهديين يقول ربنا عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويقول عز من قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أحباب رسول الله في مثل هذا الشهر الكريم لثلاث بقين من ذي الحجة من سنة 23 للهجرة أصيبت هذه الأمة بمصاب جلل وخطب عظيم بفقد إنسان تربى في مدرسة كان عميدها المصطفى عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الأمة ورأس الكشف فيها ثاني الأمة الفاروق
ذي المقام العالي المأنوب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، فقد كان إسلامه عزا وهجرته فتحا وولايته عدلا. وعمر أسلم في السنة الثالثة من البعثة بعد نحو 40 رجلا، وكان حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم قبله ب3 أيام. وكان عمر شديد الأذى على المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. وشاء الله عز وجل هادي القلوب أن ينساق قلب عمر للإسلام وأن ينشرح صدره للإيمان. ومما جاء في قصة إسلامه أن فاطمة بنت الخطاب أخت عمر كانت قد أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانا يخفيان إسلامهما، وكان الخباب بن الأرت يتردد إليهما يقرئهما القرآن، وكانت قريش قد زاد غيظها من توسع الإسلام وقبول الدعوة، فلجأوا إلى عمر بن الخطاب عارضين عليه 100 من الإبل إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمشي عمر بعد أن دل على مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتشق سيفه، فيلقاه بعض الرجال يقول: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى هذا الذي صبى وسفه آلهتنا وعيبنا ويريد أن يخرجنا مما نحن فيه. قال: وتظن أن بني هاشم تاركيك تمشي على وجه الأرض؟ إن قتلت محمدا اذهب أولا إلى بيتك، فإن أهل بيتك قد استجابا لدعوة محمد وآمنا به. قال: ومن أهل بيتي؟ قال: أختك فاطمة وابن عمك وختنك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فغضب عمر وأسرع إلى بيت أخته، وكان الخباب يقرئهما سورة طه، فسمع عمر الصوت من الخارج. فلما علموا بمجيء عمر اختبأ الخباب، فدخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ أي الكلام الذي ليس مفهوما
قال: ليس سوى حديث نتحادث به. قال: بل صبوتما، رجعتما عن دينكما وآمنتما بمحمد. فقال له سعيد: ماذا إن كان الحق في غير دينك؟ فضربه عمر فرماه أرضا، فقامت فاطمة تدافع عن زوجها فضربها حتى أدماها، فصارت تبكي. ثم نظر إلى حالها وندم على ما فعل ورعوى، أي رجع. قال: أعطني ما كنت تقرأين فيه. قالت: أخشى عليه منك. فحلف أن لا يمس تلك الورقة. أخذها وقرأ وكان كاتبا، فأعجب بالكلام وقال: هذا كلام عظيم. ثم قال الخباب بعد أن خرج وفيه أمل: لعل الله يخصك بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الله تعالى أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. قال: أين محمد؟ قالوا: هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا، ومعه حمزة وعلي ونفر ممن لم يخرجوا إلى أرض الحبشة وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر ممتشقا سيفه حتى وصل الباب، طرق الباب فجاء رجل ونظر من الباب فرأى عمر ممتشقا سيفه، فعاد إلى حمزة ورسول الله يوحى إليه، قال: هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. فقال حمزة الذي قواه الله بالإسلام: إذن له ليدخل، فإن كان يريد خيرا أعناه، وإن كان يريد شرا قطعنا رأسه بسيفه. فتح الرجل الباب لعمر، ترك النبي مكانه، وهنا اسمعوا وانتبهوا جيدا، عمر الذي كانت ترتعب منه قريش، عمر الذي كانوا يعلمون منه أنه إذا قال فعل فتح له الباب، تقدم أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي كان قد أوتي من القوة قوة 40 رجلا، يتقدم إلى الحجرة فيلاقي عمر بن الخطاب فيجذبه بثوبه جذبا ويهزه هزة قوية، قائلا له: ما تريد يا ابن الخطاب؟ أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ والله لن تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة. فوقع عمر على ركبتيه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك محمد رسول الله. فيكبر النبي تكبيرة
يسمعها من في الدار فيعلمون أن عمر دخل في الإسلام. ثم قال له النبي: أستره يا عمر، أي أستر إسلامك. قال: والله لأعلننه كما أعلنت الشرك. ثم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: والذي نفسي بيده، إنكم على الحق ما متتم أو حييتم. قال: فلم الاختفاء؟ والله لتخرجن. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صفين مع أحدهما حمزة والثاني مع عمر، وطافا بالبيت مع رسول الله، والمشركون ينظرون إلى حمزة وعمر وقد ملأت قلوبهم الكآبة لإسلام عمر وحمزة. عندها سمى الرسول عمر بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. دخل عمر في الإسلام، فنزل جبريل من السماء قائلا: يا رسول الله، إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر، إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر، وصار عمر يترقى في الحال ويعلو. وكان من أمره أنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، لا يبالي، وكان شديداً في أمر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد أمتي في أمر الله عمر. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا زلنا أعزة منذ أسلم عمر. عمر الذي شهد المشاهد كلها هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدراً وأحداً وبقية الغزوات، كان رضي الله عنه رجلاً عظيماً. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر، عهد الناس إلى عمر فبايعوه بالخلافة، وعلي بايعه كذلك. وقد روى ابن الجوزي أنه لما بويع لعمر بالخلافة دخل عليه عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، فقال عبد الله بن عباس: والله يا عمر، إن إسلامك لعزا، وهجرتك لفتحا، وولايتك لعدلا. فقال عمر لابن عباس: أتشهد لي بذلك عند الله؟ فتلكى عبد الله بن عباس، فقام علي بن أبي طالب قال: نعم، أشهد لك بالثلاث. عمر أول من طاف بالليل على الناس من الأمراء،
وقد روي أن طلحة رأى عمر يدخل بيتا ثم يخرج منه في الليل، فعجب، فلما أصبح ذهب إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء، قال لها: من هذا الرجل؟ قالت: هذا رجل ولا تعرف اسمه، هذا رجل يأتيني بما يصلحني ويتعاهدني منذ كذا وكذا من الزمان. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع. عمر أول من نزل وطاف بالليل على الناس من الأمراء، عمر الذي وردت صفته في التوراة: قرن من حديد، أمير شديد. عمر الذي فتح الفتوحات ومصر الأمصار ونشر الإسلام شرقا وغربا، ومع ذلك يقول بعض الصحابة: رأيت عمر بن الخطاب يخطب بعد أن ولي الخلافة وعليه إزار فيه 12 رقعة، بعد أن كان خليفة بين منكبيه 3 رقع. عمر الذي كان يهتم بالرعية، عمر الذي كان يحاسب نفسه، وكان في عام الرمادة يأكل الزيت وقد حرم على نفسه السمن، ما أكل لحماً في عامها ولا سمناً، إنما كان يكتفي بالزيت حتى صار بطنه يقرقر، فنقر بطنه قائلاً: تقرقر بطن عمر، والله ما لك غيره حتى يحيى الناس. هكذا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تربى. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيده الله بأمر وهو الكشف، يكشف له عن أشياء بقدرة الله عز وجل، وذلك من باب الفيض الذي يفيضه الله تعالى على الأولياء الصالحين. فكان رأس الكشف في هذه الأمة، وهذا ليس مستحيلاً، لأن الله تعالى يطلع بعض عباده على بعض الأمور الغيبية، ولكن الغيب كله لا يعلمه إلا الله تعالى. في 23 حج أمير المؤمنين عمر، وعندما رجع إلى المدينة وذهب لصلاة الصبح دخل عليه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وكان عمر يمنع من سكن المدينة غير المسلمين، إلا أن المغيرة استأذن في أبي لؤلؤة لخبرته بعدة صنائع، كان حداداً ونجاراً ونقاشاً وغير ذلك.
وكان عمر جلده يوما، فقال لعمر: أنت الذي وسع عدلك الدنيا، ولكنه لم يسعني فسأقتله. دخل عليه عندما استوت الصفوف، وشرع عمر في صلاته. دخل عليه أبو لؤلؤة الخبيث بخنجر ذي رأسين مسموم، وطعنه ثلاث طعنات، واحدة منها تحت سرته، ثم فر هاربا. فأجاز عليه الصحابة فطعن 12 رجلا منهم، فمات منهم 6، ثم قتل الخبيث نفسه. ووقع عمر على الأرض وقال لابنه، قال لعبد الرحمن ابن عوف: انظر من الذي قتلني؟ قال أبو لؤلؤة: غلام المغيرة بن شعبة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة. ثم أمر عبد الرحمن أن يصلي مكانه، ورجع إلى البيت، حمل إلى بيته، فأوجز عبد الرحمن الصلاة، ثم أتى إلى عمر فقال له: يا عبد الرحمن، إني أعهد إليك. قال: أتشير علي بها؟ ظن أنه يكلمه عن الخلافة. قال: لا. قال: والله لا آخذها. قال: ولكن إني أعهد إلى أولئك النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي وعثمان والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال: إلا أن هذا الأخير لا أريده، لأنه ابن عم عمر. قال: واجعلوا عبد الله، أي ابنه، بينكم يشاوركم، وليس له شيء من الأمر. ومروا صهيبا أن يصلي 3 أيام بالناس، وعودوا إلي في اليوم الرابع وقد اخترتم أميركم. ثم قال عمر بن الخطاب: اللهم إني قد بلغت وتركت الخلافة على أنقى من الراحة. ثم أوصاهم بالأنصار خيرا، وأوصاهم بأمة محمد وأن يوفوا العهود. ثم بعد ذلك دعا ولده عبد الله، وكان قبل ذلك قد أشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يعين ولده خليفة من بعده، أن يختاره للناس. قال: اختر ولدك عبد الله. ماذا كان جواب عمر؟ عمر رضي الله عنه قال له: حسب آل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن أمة محمد، والله إني لأرجو أن ألقى الله كفافا.
لا لي ولا علي أن يخرج من هذا الأمر كونه خليفة كفافا لا له ولا علي. ثم قال لعبد الله: اذهب إلى عائشة وقل لها يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين، ويستأذنك في أن يدفن بقرب صاحبيه. فذهب عبد الله إلى عائشة استأذن عليها فأذنت وأخبرها رسالة أمير المؤمنين عمر. فما كان من عائشة إلا أن صارت تبكي، ثم قالت: كنت أشم رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، فلما مات كنت أشم رائحة رسول الله في عمر، ما لي وللدنيا أفقد فيها الأحباب واحدا واحدا. ثم قالت له: قل لأمير المؤمنين إني كنت قد استأثرت هذا المكان لنفسي وإني قد آثرته على نفسي. فذهب ورجع إلى عمر، قال: ما وراءك يا عبد الله؟ قال: خيرا، كما أردت، لقد أذنت لك. قال: الحمد لله، لم يكن شيء أهم علي من ذلك. ولكن، وهنا انتبهوا إلى كلام عمر، ولكن إذا مت ارجع إلى عائشة واستأذنها ثانيا علها تكون قد استحيت وأنا حي. وصار يذكر الله تعالى إلى أن توفي ليلة الأربعاء 23 من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، عن 63 سنة، وغسل ووضع على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه صهيب ودفنه المسلمون إلى جانب أبي بكر رضي الله عنه، ورأسه عند كتف أبي بكر رضي الله عنه. وهكذا مات فاروق الأمة، مات من قال فيه رسول الله: عمر سراج أهل الجنة. وقال: لكل نبي وزيران من الملائكة ووزيران من الأرض، فأما وزيراي من الملائكة فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من الأرض فأبو بكر وعمر. عمر الذي قال فيه رسول الله: الحق يجري على لسان عمر وقلبه. وقال: يا عمر، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجمعنا معه في أعلى عليين، فإنه جاهد في الله حق جهاده، وفتح الفتوحات، ومصر الأمصار، ووسع المسجد الحرام، ووسع المسجد الأقصى، وجمع الناس على صلاة التراويح جماعة، وأول من وضع الدواوين، وأول من وضع التأريخ في الإسلام، وأول من أجرى نظام الحسبة، ووزع العطايا، إلى غير ذلك من أعماله العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يجمعنا معه في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.